لحظة الزلزال والله حسينا عرجة الأرض. يعني عندي 4 أولاد، وقع هذا الولد، وقع على ظهره وجت الأذية طبت على بطنه. أخذناه على المشفى في جنديرس، الدكتور حدد أنه عنده نزيف في بطنه، قالنا مباشرة تروحوا على مشفى قطمة، لأن عندهم هني إيكو بطن بيحددوا نوعية الأذية، والولد يعني في حالة خطرة يعني حرجي. نون أول ما وصلنا لهون رأساً الكادر الإسعافي هوني سوى له إيكو بطن وحولوا على غرفة العمليات مباشرة. يعني بعد شي ساعة طلع من العملية، جينا لهوني كمان طلعنا على الجناح، صار رعاية هون. يعني اليوم الخامس من تحاليل تصوير، الحمد لله صار وضعه إن شاء الله كويس، والدكتور اليوم الصبح جاء كشف عليه وفحصه، إن شاء الله أموره كويسة، يعني نهارين تانيات إن شاء الله بتخرج. الحمد لله والله هون الرعاية يعني كويسة، مهتمين وأدوية كل شيء من أحسنه. يعني حطيت عائلتي يعني عند قرايبنا، وهلا بيركي أنا بس تخرج الولد هيك بنروح بقى نشوف وين الله بيسر لنا.